لأكثر من عام يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة. اليوم يختارون هذه المشاهد لعل بصمتهم يرسلون رسالة لحكومة العمال من أجل وقف إطلاق النار في غزة وكذلك في لبنان وكذلك وقف تسليح إسرائيل من طرف بعض الشركات البريطانية. يأتي هذا تزامنا مع ذكرى وعد بلفور هنا في المملكة المتحدة. محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.